واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. 24، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. تحت شعار حفظ روح طيبة في الجسد المكرم، اليوم احنا في مستشفى الشهيد أبو مهدي المهندس تقيم أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي التابع للعتبة العباسية المقدسة، مجموعة دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية مقدمة إلى الكادر العامل في المستشفى الشهيد القائد أبو مهدي المهندس رحمه الله في كربلاء المقدسة، بعد طلب مقدم من إدارة مستشفى الشهيد أبو مهدي المهندس إلى إدارة العتبة العباسية المقدسة بإقامة الدورات التدريبية الإسعافية للكوادر الطبية والتمريضية والكوادر الإدارية وجميع الكوادر في هذه المستشفى المباركة. باشرت أكاديمية الكفيل الإسعاف والتدريب الطبي في برامج عديدة، من ضمنها برنامج في كل بيت منقذ، واللي يستهدف التدريب على انعاش القلب الرئوي للبالغين والأطفال والرضع وكيفية استخراج الغصة، وكذلك برنامج المسعف الأول هو التعامل مع الحالات المرضية اللي هي نوبات تشنج القلب وكذلك نوبات الصرع والسكر، والتعامل مع الحالات المرضية من الكسور والنزيف والإصابات الأخرى. تعلمنا عملية إنعاش القلب الرئوي عن طريق الكوادر الأساتذة المختصين هذا العمل. أحب أشكر معتهم، وعمليا إن شاء الله استفادين معتها بشكل جيد.